هالاند بياخد حق جوارديولا من ابراهيموفيتش مرتين، صلاح بيواجه عقدة مع ليفربول، وماني بيعاني في بايرن ميونخ. تعالوا نشوف التفاصيل في حلقتنا من أرقام يلا كرة. أول رقم معانا هو الرقم 18، رغم أنه راجع من الإصابة ونزل في الشوط الثاني، إلا أن ده ما منعش إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أنه يسجل هدفه رقم 18 في الدوري الإنجليزي. هالاند قدر في 12 مباراة بس أنه يعادل حصيلة كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الموسم اللي فات في الدوري. كمان هالاند بيعادل أهداف والده اللي كان لاعب سابق في مانشستر سيتي ولعب 181 مباراة في الدوري الإنجليزي. ورغم أن بريمير ليج هو أقوى دوري في العالم، إلا أن هالاند بيكسر الثوابت. المهاجم النرويجي سجل 18 هدف في أول 12 مباراة، رغم أنه كان مسجل 11 هدف بس في أول 12 مباراة في الدوري الألماني. لكن إيه علاقة زلاتان إبراهيموفيتش بتألق هالاند؟ إبراهيموفيتش خرج بتصريحات جديدة بيهاجم فيها بيب جوارديولا بسبب خلافات قديمة بينهم في برشلونة من عام 2010. بعدها بساعات هالاند سجل هدف واحد عشان يتفوق على إبرا مرتين. هالاند سجل هدفه رقم 18 بعد 12 مباراة بس في الدوري الإنجليزي عشان يتفوق على إبرا اللي سجل 17 هدف بس في 33 مباراة لما كان بيلعب مع مانشستر يونايتد. كمان هالاند وصل للهدف رقم 23 في 17 مباراة في كل البطولات تحت قيادة بيب جوارديولا. في المقابل إبرا كان سجل 22 هدف بس في 46 مباراة تحت قيادة نفس المدرب. هالاند بقى بيحل مشاكل جوارديولا جوه الملعب وكمان بره الملعب. ونروح للرقم 14. نجمنا المصري محمد صلاح جناح ليفربول بيستعيد تألقه من جديد بعد ما سجل هدفين في مرمى توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي. الهدفين دول رفعوا رصيد صلاح لتسع أهداف في آخر 8 مباريات في كل البطولات، ومن بداية الموسم صلاح سجل 14 هدف في كل البطولات. مفيش لاعب في الدوري الإنجليزي سجل أكتر منه غير هالاند طبعا. والأهم من كده أنه قاد ليفربول للفوز أخيرا خارج ملعبه لأول مرة الموسم ده في الدوري الإنجليزي بعد ما الفريق خسر 3 مرات وتعادل مرتين. صلاح كمان بيسجل هدفه العاشر في مرمى توتنهام عشان يكون أكتر فريق سجل أهداف في شباكه طوال مسيرته بالتساوي مع مانشستر يونايتد. نجمنا المصري سجل 44 هدف وصنع 14 قدام الفرق الكبرى في انجلترا، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وارسنال وتوتنهام. مش بس كده، صلاح بيوصل للهدف رقم 126 في بريمير ليج عشان يتخطى الفرنسي نيكولاس انيلكا ويتساوى مع الايرلندي روبي كين في المركز ال16 في قائمه الاكثر تهديفا في تاريخ البطوله. صلاح بيعمل كل ده في وقت الناس شايفه انه بيقدم واحد من أسوأ مواسمه مع ليفربول. ونروح للرقم 6. قرعة دوري أبطال أوروبا بتحط ليفربول ومحمد صلاح قدام ريال مدريد تاني بعد نهائي الموسم اللي فات. ليفربول مكسبش ريال مدريد في آخر 6 ماتشات بعد ما اتغلب 5 مرات وتعادل مرة، كان بينهم نهائي 2018 ونهائي الموسم اللي فات. كمان ليفربول خسر 3 مرات اللي واجه فيهم ريال مدريد كحامل لللقب، سجل هدف واحد واستقبل 7 أهداف. أما صلاح فواجه ريال مدريد 6 مرات، 4 مع ليفربول و2 مع روما، مكسبش أي مباراة بعد ما خسر 5 مرات وتعادل مرة واحدة وسجل هدف واحد. يا ترى صلاح هيقدر يكسر العقدة المرة دي ولا ريال مدريد هيأكد تفوقه تاني؟ آخر رقم معانا هو الرقم 9. ساديو ماني مشي من ليفربول لأن محمد صلاح كان واخد منه كل الأضواء وقرر ينتقل لبايرن عشان يكون النجم الأول بدل روبرت ليفاندوفسكي. لكن خطة ماني ما مشيتش زي ما هو عايز، ولقى منافس أفريقي جديد خطف منه الأضواء في الفترة الأخيرة. الكاميروني تشوبو موتينج بيتألق ويسجل هدفين قدام هيرتا برلين في الدوري الألماني. تشوبو موتينج بيسجل 9 أهداف في آخر 7 مباريات في كل البطولات، في المقابل ساديو ماني بيسجل 3 أهداف بس في نفس الفترة. ماني لعب الموسم ده 1600 دقيقة في 22 مباراة، سجل 11 هدف، يعني بيسجل هدف كل 145 دقيقة. الناحية التانية تشوبو موتينج لعب 703 دقايق في 14 مباراة، سجل فيهم 10 أهداف، يعني بيسجل هدف كل 70 دقيقة بس. تأثير المهاجم الكاميروني أقوى بكتير في قلعة أليانز أرينا، أما ماني فقدامه مهمة صعبة عشان يكون النجم الأول.